من جديد نحييكم في الجزء الثالث من برنامج احكي بالون. الحديث الان ما تعلق بالرابطه المحترفه، ما تعلق بالقسم الثاني هوات، ما تعلق ما بين الرابطات، ما تعلق بمشاكل المنظومه الكرويه الجزائريه التي انحصرت بين النادي الهوي والشركه التي تشرف على هذه الفرق، هذا من جهه، ولكن تبذير الاموال من جهه اخرى. فرق منذ 5 سنوات كانت في الشارع، قررت ما عندهمش، لما جاتهم الاموال يبدرون في الاموال تبديرا، لاعبون ب 300 الى 400 مليون ومدربون ب 500 الى 600 حتى 700 مليون، اضافه الى فرق القسم الثاني التي تشتكي عدم وجود شركات ومساهمين وممولين، هي ايضا تجلب لاعبين ب 100 مليون الى 120 الى 130 مليون حسب الاصداء الموجوده عندي والموثوقه حول امضاء اللاعبين في بطوله القسم الثاني مجموعه وسط هواه شرق وايضا هواه غرب. سي فارد نزار، نفس الاشكال، اللي عندهم شركات يصرفوا واللي يشكي ويصرفوا. والله نظن باللي اشكال قانوني كبير في عند فرق الهوات اليوم اللي كنتكلموا ب، لان المتعارف عليه ان لاعبي الهوات اللي راهي في البطوله نتاعنا يتحصلوا على رواتب ويتحصلوا على حوافز. صحيت. رغم ان القانون يمنع على النادي الهاوي انه يقدم رواتب وحوافز، يعني لو اي عضو من اعضاء الجمعيه العامه يقدم بشكوى، رئيس النادي والامين العام يروحوا مباشره للسجن، ولهذا لابد من سن قوانين، لان عارفين باللي من البطوله الولائيه الى بطوله القسم الوطني الثاني فرق الهوات راهي تمد في رواتب وفي حوافز، يا نقنوها ونخليه باش رئيس النادي يقدم في اريحيه، لان اليوم كل رؤساء الفرق الهاويه هم في افراج مؤقت، لانهم خالفوا القانون بمنحهم لرواتب وحوافز، القانون يمنحهم ومدوهم للاعبين. اولا لازمنا نديروا حد لهذا، لانه هذا من بين الاسباب اللي خلات ارتفاع نتاع 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 الرواتب. لازمنا نسنوا قانون الى اللاعبين الهوات نمدولهم، الى ما نمدولهمش الرقابه تمشي فيهم باش نمنعوا منح هذه الرواتب للولايه. اليوم احنا عارفين باللي في البطوله الكل يعرف باللي راهو رؤساء النوادي يمدوا رواتب من الولايه حتى القسم الوطني الثاني، القانون يمنحهم في هذا، هما يمارسوها وتمشي الحصيله الماليه نتاعهم للرقابه وتفوت وما يصرى. هنا الاشكال في هيئه الرقابه، لان القانون واضح انه ممنوع عليك تمد الرواتب وممنوع عليك تمد الحوافز، ولكن من جهه اخرى لو كان ما تمدش الرواتب وما تمدش الحوافز ما يمشيلكش الفريق. ولهذا لازمنا نسنوا قانون الى نسمحوا باش نخليو رؤساء النوادي يخدموا في اريحيه، والا ما يسمعش نفعلوا هيئه الرقابه وتمشي باش رؤساء النوادي ما يزيدوش يمدوا رواتب. فريد، احنا بلا ما يسمح لنا القانون احنا نعفسوا على القانون ونمضوا دراهم، سي سامبل. علاش يخرج يدير ان دوكري ويكتبوا ويخسروا الاخر اللي في الكاميرا تاعك محمد؟ فاهم محمد الكاميرا تاعك. تفضل. ما يخرجوا لا قانون لا دوكري لا والو، احنا نعفسوا على القانون، دايرين قانون باللي لي كلوب سي 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 اس ممنوع ان كلوب اماتور يمد دي بريم، ممنوع يمد ان سالير، شرط يمد غير ديزانديمنيتي، فهمت؟ من اليوم هذه كاع نعرفوها، مي اسكو كاين واحد منحهم ولا واحد جا راقبهم ولا دي جي اس على بالو بهذا الشيء؟ انا كنت نقول الولايه على بالها الشيء، الاميري على بالها بهذا الشيء. انت ان طونك بريزيدون عم بالك بهذا الشيء، على بالك بهذا الشيء، وكنت نبدل الاخر لي بريم. سينو ما يديمانيش، ما يخدمش كاع الكلوب، ما يمشيش. نقول لك باللي لازمنا نسنوا قانون باللي نسمحوا للنوادي الهوات يمدوا رواتب. شوف فريق خلاص باش نا باش نا باش نا باش نقنوا الامور، لان اليوم رؤساء نوادي كانوا اللي كما يقول لك هو باللي مدوهم تعويضات، او كان اللي يديرها مازوت وكان اللي يديرها دبشه وكان اللي يديرها معدنوس في عوض باش يديرها رواتب. حل سن قانون باش نسمحوا للناس باش تمد رواتب، ولا سن قانون ولا محمد شعيب. شوف اليوم احنا على بالنا بلي بوكو دارجون او يدور في الفوتبول سيركوي تاع الله، مي اللي مال صادير انجيكتي ولا ابار ايغال في الفوتبول مع لي كلوب. هو الاشكال اليوم كي تشوف فريق ما يمشي ب 100 مليار وفريق ما كي يجي ديماري عنده زيرو دينار، سي با نورمال. كيفاش انا هذه كيفاش انت تبدا اليوم ب 100 مليار وانا نبدا بزيرو دينار؟ انا نهضر لك على فريق القبه تاعنا وانا كنت حاضر بدينا بزيرو دينار،
امن ولا ريح، زيرو دينار. محمد على بالي الظروف واش كان، حتى الناس سلفونا، حتى الناس سلفونا ونشكرهم ومشكورين على هذا الشيء باش قدرنا نونكاجيو لو كلوب، دونك زيرو دينار، وكاين اللي بدا ب 100 مليار. اسكو سي لوجيك؟ هو في البطوله ما كانش، لان كاينه فرق راهي تبذر في الاموال العموميه وراهي عندها شركات عموميه وفي كل موسم راهي تصرف 100 و 150 مليار، وكاينه فرق راهي ما لقاتش بدون القاب سي فهد النزاره، بدون القاب بيان سور، كاينه فرق ما عندهاش قاروط ما كما قال لك هو على القبه. ايضا حنا في باتنا شباباتنا راهم ممنوع من الاستخدامات بسبب لجنه المنازعات، مولوديه باتنا ما قدرتش تسلك الانكارات نتاعها لانه حنايا مولوديه باتنا ما قدرتش تسلك الانكارات نتاعها، حنا فريقين من ولايه تاريخيه، فريقين من باتنا حنايا في باتنا من 62 وما يقولون الولايه المجاهده وراس الاشم، ولكن رانا من 62 حنا رانا قاعدين غير نشموا برك، ما دينا والو، حنا ما كاين والو، كل الخيرات راه مشاو في جهه اخرى، وكل من الجانب الرياضي رانا نعانيو، ونعانيو من الجانب الاجتماعي ومن الجانب واحد بوشام اخر. وقال فريد هو قال لك مشكل قانوني وبحت طبق القانون بلا القانون وراه الاشكال هنا تقيراتك، لا لا مشكل الوضعيه الماليه المجريه، لما كان نادي هاوي ما كانش هذه الاموال محمد. كمان هو نقول لك المشكل الكبير وين راهو؟ المشكل الكبير هو في عقد تاع اللاعب، العقد تاع اللاعب يحميه هو وحده. راني جاي العقد تاع اللاعب. من ما تلحق اللاعب تفضل محمد بوشام، كيفاش تلحق الاموال للفرق هذه؟ الاموال تاع الكوليكتيفيتي ولا تاع لاديجيال فور ناسيونال ولا محمد الكاميرا تاعك فهمت كيفاش تلحق؟ سي ان سامبل بابي وين كاين فيه كيتوس. سي لو كيتوس. صحيت. بليك الموندا اللي فات ما عندوش دي دات، اي نا با دو فهمت؟ يروح يقدموا الولايه ولا الدراك والدنيا والاخر سي بون. اكيد. ويديبوزي نابورت كو، مي اسوسياسيون تاع حومه ولا تاع سيتي ولا تاع هذه هي صديق. احنا عندنا جمعيات رياضيه ديت يعني راهي مؤسسات رياضيه كما نقولوا كما لمسيه وليسما والاخرين، وعندنا فرق هاويه ولكن يمشوا بنفس السجل التجاري براتيكمون. هادو ما عندهم سجل تجاري بصح يعملوا نفس الاكتيفيتي، يسون دون لا ميم اكتيفيتي بصح هذا عنده ريجيست كوميرس، هذا ما عندوش. ولا الاشكال دوك الكبير هو الاشكال الكبير بين النادي الهاوي وبين الشركه. صحيح. اليوم مثلا نجيو للقسم الوطني الثاني. صحيح. القسم الوطني الثاني لقاو 30 فريق هاوي وست فرق عندها صيغه النادي المحترف. يعني اليوم موازين القوه في البطوله نشوفوا باللي لاعبين راهم محميين بالعقد نتاعهم، واللاعبين الهوات اللي راهم ماهمش محميين. اليوم انا نقول باللي الشركات العموميه اللي استثمرت في الفرق قدوه كي تسقط وهي استثمرت اموال كبيره وتسقط تفقد صفه الاحتراف، كيف تحب انت المستثمرين يجيو للشركات الرياضيه ويستثمروا اموال تاعهم وهو عارف بلي لو كان الفريق هذا يسقط راحت الشركه وفلست الشركه وراحت امواله؟ لهذا اليوم ما يكونوش مستثمرين اللي يمشيو للشركات كما شفنا اتحاد بالعباس الوضعيه للاسف كارثيه. اضافه قبه ديفيسيلمون باش اضافه الى كل هذا ان ما كانش امور تحفيزيه للشركات تطلب الناس تجي باش تستثمر في الشركات، لان حبينا ولا كرهنا اليوم كيكون استثمار في الشركه انا من باتنا نقدر نروح لتلمسان ولا نروح للقبه ولا نروح نستثمر لانه عندي نحتاج الفائده. أكيد. باش ندي الفائده هذا هو. اليوم ما كانش فائده باش تطور سي فهد النزار. شوف كمال، هنا كاين بروبليم جيريديك. صحيت. قانون رانا نحبسوا عليه كاع حنا كمسؤولين كالاخر كليزانستونس سبورتيف. صحيت. لا ليغ ناسيونال اماتور. صحيت. واش تطلب من الفريق؟ تطلب يكون عنده باش يعطيو ليسونس ان كونترا دو ترافاي مع الفريق اماتور. صحيت. في الكونترا هذاك العقد هذاك مونسيوني شحال انا نعطيه في الشهر. صحيت. وقانون واش يقول؟ والقانون واش يقول؟ القانون يقول باللي ممنوع ان كلوب اماتور يمد اون باي. لا ليغ نهضر عليها ريفيزي دي كونترا. خلي خاطر لي جوار كاينين كان عندهم مازال اللي كانوا يمشيو مع فرق كانوا محترفه العام اللي فات ونزلوا وما ينجموش يلعبوا راهم في ليفيكتيف تاع لي زيكيب لعبتوا لاماتور ما ينجموش يلعبوا هاد لا بريمير لاخر الجوله الاولى كان الميركاتو الشيء اللي يقول عليه محمد العقد اللي يقول عليه محمد هو بين النادي الهاوي وبين النادي المحترف، هو النادي المحترف هو اللي يمد
الى النادي الهاوي حق الشعار اللي يستعملوه النادي المحترف والنادي الهاوي كان يمد في الاعانات اللي كانت تجيه ويمدها للشركه. هذا صدر فيها مرسوم انه ممنوع تمد الاموال اللي تجيك. وعلاش ما لا ليغ اماتور لا ليغ دي فوتبول اماتور اللي انا في ليغ ناسيونال اماتور تطلب عقد مع فريق هاوي؟ وعلاش تطلب عقد هاوي باش النادي المحترف يمد؟ ما عندناش احنا محترف احنا. لا خلاص ما تديش انت راك وليت. وعلاش علاش يطلبوا لي عقد امال؟ ما المشكل ما يطلبش عقد لان القبه اليوم خارطت بسكت. انا درنا عقد وفيه الضرائب. هي دوك هو دوك اليوم مشكل كبير وراه. القبه كانت فريق محترف واليوم رجعت بصيغه الهوات والديون اللي كانوا عند الفريق المحترف. ما عندناش ديون. مثال كي القبه وفريق واحد اخر صبحوا اليوم صبح النادي الهاوي هو اللي مطالب باش يسدد هاد الديون. المشكل واحد اخر اللي راناك شغل ولينا ولا حاجه طبيعيه تدخل السلطات. يجي الوالي اللي فاصل ذات اللي رونفلو لي كاس. هي حق انت واش تكون انت راك اكسيونير دراهم كيما قالوا دراهم بيك فهمت؟ مي انت تجي لام سي يو عندهم 34 مليار دو دات. يجي الوالي دانتري فاسيهم منين جبت الدراهم؟ منين خرجتهم هذه الميزانيه هذه؟ واسكو تي رون سيرفيس لام سي يو؟ اسكو تي رون سيرفيس لام سي يو؟ لان المسؤوليه مسؤوليه المسؤولين تاعهم والمسيرين الاداره صحيت والرجال ما نجموش نقولوا اون بوليتيك مي سي كالكان كي دون ليكزيكوتيف واحد راه في الهيئه التنفيذيه راه هو اول من يتعدى القانون. هذا امر خطير تعدي القانون. طبعا اعود محمد بوشامه ما عندوش دروا يخلص بالفعل الديون تاع فريق جيد الى ايتي اون فايت بوندون 10 جيد. محمد بوشامه وهذا السيد فارد نزار ومحمد شعيب حتى الفرقه اللي يقول عليها سي فارد نزار محمد شعيب ما عندهاش الاموال راه يجي ايضا تستخدم لاعبين ب 70 80 مليون شهر سي با نورمال. ستيف بلسان عظم يعني تاع عظمه اللسان كما يقولوا تاع سرار يقول لك راني شغل اني عايش بلهف. يقول لك ريكريتي دي جوار اخر الانباء تقول انه شهور ما خلصوش بلا بروميس. هو اليوم علاش عندهم مدرب مصري اخر الانباء تقول يتقاضى حتى 600 مليون في الشهر. دوك انت طرحت اشكال هو انه اللاعبين الفرق راه يتمد 150 مليون لان انت وفي نهايه الموسم الفرق هذو تخرج مدانه صحيت ومن بعد تدخل تاع السلطات تسدد هاد الديون اموال بايلك رئيس النادي ما درنا والو ما درنا وفي الهوات صحيح. في الهوات طريقه واحده اخرى نمد 50 ومد 60 ومد 70 مليون شهرين لانه عم بالو باللي اللاعب ما يقدرش يمشي لجنه المنازعات في النهايه يعطي له شهرين ولا ثلاث شهور يضمن الباقه نتاعو صحيح وفي نهايه الموسم في الجولات الاخيره نوليو نشوفوا هذيك ليبراسيون بقيمه السوق. لا لا نوليو نشوفوا السوق عوكاد سوق عوكاد بماتش هذا وجبال مشكل راك وهذا اللاعب يشوف روحه باللي يسلك بهذه الطريقه والرئيس ثاني يشوف روحه باللي يسلك بهذا محمد شعيب وراي ماشي محمد شعيب لا غنشوف هذه الظاهره هذه انا ما تخلعناش صافي عندي 20 طون من نهار جا هذا الاحتراف هذا وحنا نسمعوا على انا ماذا بيني نخرج بحلول لا شوف ما كاش على الاقل نساهموا بحل ما كاش حل والله الحل انا ما هو لازم الشركات العموميه تسحب والسلطات العموميه تسحب وكل فريق يعتمد على القاعده تاعو. لا تعالى نشوفوا ترى شكون الحل وراء الحل كود دو كوميرس كيما هما كيما شركه اي شركه صح شركه اليوم شركه الحل 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 ناخذوا شو قرار سياسي محمد فريد فريد اليوم الحل سي قرار سياسي نحبسوا البطوله مده عامين ما نزيدوش نلعبوا البالون كيما صون تاعنا اللي جيري مليح بار لي جوار اترونجي يجوا لهنايا تاوعنا هم يعاونونا الحمد لله حنا البطوله تاعنا ما تمدش لي دي جوار ما دير فيها غير الخساره الو نحبسوا دو زون الاخر الناس ياخذوا قرار سياسي ونريحوا ونبداو نخدموا حنا ما نحبوش نخدموا حنا ما نخدموش هضرت لك على فورماسيون كاش واحد هنايا في ان كلوب في الجزائر يتقبل الشروط تاع لا فورماسيون ولا يطبق الشروط تاع لا فورماسيون حتى واحد ديجا ما عندهمش الامكانيات باش يديروا اون فورماسيون. محمد لو تنظر الكاميرا تاعك طبعا الكاميرا تاعك محمد هاو الحل لا نقدروا باش نخرجوا لازم نحبسوا دو زون والناس تولي تخدم غير لا فورماسيون. سي فارد نزار انت كنت رئيس سابق للشباب باتنا بكل صراحه صارحني وعلى ما نعرفك انسان صريح وتكلم بكل جراه واش ما خلاكش كرئيس سابق للشباب باتنا
تاخذ النموذج تاع نادي اتلتيك بارادو. اليوم مسير نادي اتلتيك بارادو قولوا لنا ما عندوش جمهور، قولوا لنا اماره، قولوا لنا تاع عائله مالكه لهذا النادي، ولكن هذا مدد دروس فريق تاسس 94 يجيب لاعبين لا بين لا مصالر تاعهم اونتر 20 25 30 الماكسيموم 40 مليون. واش ما خلاش شباباتنا واتحاد حراش ورايد القبه وجمعيه وهران واتحاد بالعباس وكل النوادي يروحوا في هذه السياسه؟ شوف انا كان عندي ست لاعبين في المنتخب الاولمبي. صحيح. ثلاثه اليوم راهم متواجدين في هما في شباباتنا. هما في شباباتنا. يعني مديت فرصه للشبان باش نبرزوا، وكان الراتب نتاعهم 5 ملايين 5 ملايين 10 10 10 ملايين. هذ اللاعبين بعد اللي راك تشوفهم اليوم في 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 المنتخب راهم 300 و 200. ولكن انا نقول لك باللي المحيط ما يخليكش، المحيط يحب النتائج، النتائج الانيه في البلاصه. انا نقول لك باللي يعني كنت نقول لك قبيل باللي عريبي تسبب لي في سقوط في القسم الوطني الاول، انا درت فيه ثقه وحبيت نعطيه فرصه باش يدير، لكن هو مازال يحتاج تجربه. الجمهور ما خلاش، الجمهور ما خلاهش يبرز، الذبيع ما كانش خليه الجمهور باش يبرز. صح. كنت نفرضه باش يلعب. صح، درت الجمهور هنا. ولهذا انا نقول لك في بارادو ما كانش هذا الضغط هذا. في بارادو زدتي هو الرئيس، زدتي هو المناصر، زدتي هو المدرب. هو المعارض هو كل المعارض هو كل شوف زدتي حقك ما حق عنده يعني تاكوتي وي قناني ما كاينش لا بريسيون هذيك قناني انا قناني سي لو موديل سي لو موديل تاع البروفيسيونيل تاع البارادو كي اللي هو نجح طريقة العمل تاعهم سي تان تو ماشي في با دافوار ان ستاف ولا ان ستركتور قال تكنيك صح يسوفي سي تو سي تان تو واش يمنع انا نشفا كي كان البارادو نهار النبضات الاولى تاعو صحيح يعني كانوا شاك براتيكمون شاك دو جور تروا جور يجوا الجريده ويعطونا المعلومات دونك يديروا لا بروموسيون تاع ليكيب تاعهم. الماركتينغ. بيان سور الماركتينغ. الفرق ترجع للتكوين. ما كانش. لازمنا لان اليوم حنا نديروا في عقود نتاع سنتين. صح. والعقود هذو خلات اللاعبين في كل مره يتداولوا. هذا الشيء فهمت صح. لازمنا نفرضوا. صح. نكمل لك برك الفكره. لازمنا نفرضوا على النوادي باش يعتمدوا على المنتوج نتاعهم. لازمنا ما نخليوش. واش يمنعك؟ اكثر من ربعه ولا خمسه. معليش. في الموسم. واش يمنعك محمد شعيب ولا يمنعك متى كان مدير رياضي في رايد القبه؟ سابقا أو حاليا أو في المستقبل ندير ندوة صحفية ونحدد من خلال الأهداف يا مناصر أنا ما عنديش الأموال يا مناصر أنا حنجيب لاعبين تاع 20 تاع 23 يا مناصر حنا راه الخزينة تاعنا فارغة يا مناصر حنا نلعبوا من أجل التكوين ومن أجل البقاء واش هذا اللي يمنعك في ندوة صحفية أنا نقول لك أنا نجاوبك برك تقول الفيبريك هذا أنا نجاوبك صرحوا تجي الجمعية وتقول لهم هاك تقول لهم هذا الكلام صحيت أنا ما هاوش الكل يقبلوا لك بعد المباراة الأولى اللي تنهزم قاعد وراك محمد شوف كمال هضرنا على البارادو صحيت بارادو عندهم سياسة ان مود دو فونكسيونمون ديفيرون عن الكلوب الاخرين صحيت باسكو علاش سي ان كلوب بريفي بريفي صح عنده ان ابور فينونسي بيرسونيل تاعي واحد ما يهضر الكلوب سي اوت شوز سي المعارضة لي زونسيان جوار لي زونسيان سي اوت شوز دي كارتي على بالو محمد هذا 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 اللي خلاه اليوم باش هو يتحكم في واش يحب واش يحب يدير براسو واحد ما يغني عليه اغنيه وما يخافش لا شي كان ما تقدرش في الكاب ما تقدرش شوف لي كلوب كاع الاخرين ما تقدرش نعاود نقولوا اليوم وراه تعرف رؤساء النوادي اليوم وراهم يعانيوا شوف الفئه الشبانيه هاني جاي وباش دير وباش دير قائمة تاع فئة هاني جاي هاني جاي قلتها واليوم حنعاودها باش باش هاني جاي محمد علاش زدتي يقدر ينجح في التكوين علاش؟ ديجا عنده لي زانفاستركتور بيرسونيل تاعو صحيت يتحكم فيهم وما كانش يدخلو لا لا وثانيين عنده الوقت جيد باسكو باسكو الوقت التكوين هو البلوز امبورتون برافو محمد انا باش ندير لك غير كيما قالوا قضيه نقيت قضيه عندك ليكزومبل تاع البارادو وعندك ليكزومبل تاع لوامير وي لوامير الله يرحمه عطيه مات راح لوامير الله يرحمه صح نهار ولاو يحوسوا اسمه لوامير يحوسوا يلعبوا الاقسام العليا راحت لهذيك السياسه تاعهم كانوا ياليمونتيو براتيكمون كاع لي كلوب دالجي الا يمشي لمولوديه الجزائر الاتحاد العاصمه القبه نفس الشيء في القبه القبه عندهم الضغط لوامير ما عندهمش الضغط ما عندهمش نفس الضغط تاع القبه ولا تاع لازمو ولا تاع صح ولا تاع ليزيكيب اللي كانوا يفورميو فهمت لوامير وين راهي لوامير راه لوامير البارح جست على الاستاد هذاك تاعهم تاع اللي جاي شفت لونترينور الحموني ما عرفنيش على كل حال ديسكوت مع واحد المراه سي مونت كون بارون دي دان جوار ولا تسقسي وقتاش يبدا وكيفاش يديروا وكيفاش تشوف راهم راهو في اهمال
الفاوت كان عندهم دوك تقول لي انفراستركتور الفاوت تاعهم يعني من الناحيه الاداريه تاعهم تابع لهم العناصر في الويسوس العناصر سي العناصر ديالهم على كل اموال كان كان المرحوم كان كان مع الاخر يجيب لهم دراهم يخرجهم كما قالوا على كل للحديث بقية حول هذا الموضوع الذي أرى حساس سأعود أيضا لفئة الشبانية والصعوبة طبعا في تحديد التشكيلة من U15 إلى غاية U23 أو U20 ليزيسبوار وأيضا إشكال آخر هذه الفرق تقول لك سيفري ضغط على الشارع وضغط الجمهور وضغط المعارضة وضغط الأحياء وضغط المناصرين وضغط المسيرين السابقين وضغط ليزونسيان جوار اللاعبين السابقين بصح كاين دي زيكيب تيتر ما عندوش تونوا تونوا تاع أونتر تروا زيكيب ما عندوش في الخزانة تاعو وش الشيء ما يخليكمش انكم اعاده النظر في التسيير واعاده النظر في التكوين للحديث بقي يبقى معنا لا تذهبوا بعيدا. من جديد نحييكم في الجزء الرابع والاخير الحديث شيق طبعا ما تعلق بالموضوع الشائك حول الديون حول ازمه الفرق حول ما تعلق بالمعارضه حول ما تعلق ايضا بتدخل ايضا بعض الانصار الذين تحولوا من مناصرين عاديين الى مناصرين فوق العاده وكانهم سفراء يتحكمون في دواليب اي رئيس يراس نادي يتحكمون في استخدامات المدربين واستخدامات اللاعبين من الفئات الشبانيه الى الفريق الاول هذا في السابق لم يكن المناصر كان ظروف في المدرجات كانوا مناصرين دي فينومان معبين الفرق تاعهم ولكن لا يتدخلون في التسيير ولا يتدخلون في اسم المدرب ولا يتدخلون ايضا ما تعلق باللاعبين رسلني منذ ايام واحد الصديق قال لي راك تتكلم بزاف على هذه النقطه لادو هذه النقطه ايضا قلت له ساهمت في تدهور الوضع في الانديه الجزائريه المشكل لا نملك للاسف لا اعمم ولكن لا نملك ادارات قويه بما تم تحمله الكلمه من معنى هذا الشيء اللي خلى هذا المناصرين فوق العاده ما بين قوسين يدخل لك في المدرب واللاعبين ويولي لك الفلامان كون تمشي لك ويطلع مع اللاعبين في الحافله ويبات معاهم في الفندق ويدوا لي بري معاهم ويلبس سيرفات على الكلوب بحجه هذا مناصر فوق العاده معيب للفريق لي سيبورتو ليبكو على الفرق اونتر بارونتيز محمد بوشهمه على بالي اجبتك ولكن هذا هو حال هذا هو حال كره القدم للاسف تقول اشاك فوا لازم نهضروا على هذه الاشياء تقول مسيرين اقوياء انا نقول شرعيين دابور بباوي تشوف انا واحد حجر جم جو كوني با كيما يقولوا ما نعرفهم لا من بعيد لا قريب الى اي تي باراشوتي با لا سون اتراك سي تا كيما فوندي دو بوفوار تاع لا سون اتراك في لمسيه حاكم المال تاع المولوديه تاع سون اتراك في المولوديه يجيب لي جوار بالمدرب انت واش تعرف كره القدم باش تسبق في لي جوار تعرف هذو الجوار ما عندكش ماناجر تقول لي سي لو كونسي كي ا شوازي ولا تقول لي انا نعرف ولا فهمت ولكن انت يا الشعب شلون جابوك انت كيما قالوا طلبنا بدلونا الماكله بدلونا يبدلونا الاخر دارونا بدلونا المغارف فهمت الشرعيه هي الصح الفرق تاعنا كاع ما عندهم الشرعيه ربما تدارك الوضع محمد باعاده باجي كمنسق ربما وقف على اخطاء ماذا بينا ماذا بينا كي جاب ناس يعني اللي عندهم يعني ولكن كي تجيبهم دركا واش فيصل باجي واش راه دير به دركا؟ راه يهضر مع دي جوار ريكروتام انسان واحد اخر المدرب نفسه جاب دي جوار بليتو جا لقى دي جوار جدد نحى لي جوار اللي كانوا كونفيرمي العام اللي فات كيما طاهر كيما حميدي كيما الاخر وجاب دي جوار باسكو سون نوفو محسوبهم اخر من جدد فاخر من القدم ما كاش منها تجي مش تكون استمراريه هو راه هكذا جا قال لك بيسك هادو ما يسون نوفو سي دي رونفور نعود للموضوع تاعنا يكونوا خير من القدم خليك تتكلم على المولوديه اللي عندك طبعا نعرف انك واحد المولوديه ولكن نعود للموضوع تاعنا عطيت لك نعطيك يا اوسي انت تقول لي سيبورتور يا با كلي سيبورتور يا لي ريزو سوسيو كي تحوس انت لي ريزو هذوك لي سيبورتور اللي بانوا لهم في الكاميرا مول لي جوار يبانوا مول لي بريزيدون والله غير بزاف يا راي تحوس تيت ولا لي باش سيطرو اسمح لي لازم الناس هذه تحشم وتطلع المدرجات سي كمال هذه قديمه تاع يعني تاع لي سيبورتور قديمه من زمان عندنا كاين على بالنا باللي ناس يخلصوهم اذا كانوا يعني في الاداره باش يحميوا الاداره ولا ما كانوش باش يهدموا الاداره اللي راهي ولكن كاين انت قلت لك لي ريزو سوسيو كاين دي باج ما شوف انت تحوس دير ام سي يخرجوا لك دي ملي دو باج الالاف كل واحد واش يغني واحد يدافع واحد يكسر واحد يطلع واحد كيفاش على بالك وكي كان تبعهم ما تلقاش روحك علاش والادارات تسمع لهم صحيح الاداره الغير شرعيه قال هي تبع الموسيقى هذيك والله راه ضعيفه للاسف فهمت قال جيبوك هاك تقول مقبله كان سمعوا فعلا نقولوا المدرب جابوا المدرب التونسي
حنا على بالنا بلي براسك اتفقوا مع مزيان إغيل. براسك خلاص. وش اللي في وين انا بالي انا واش راه واش راه بين هما مولودي يحبوا يخرجوا لي كومونيكي على مينوي. انا فريق اللي خرج شاك فوا شاك فوا داروا زي بيزيت على مينوي نحاوها مينوي فهمت ما فهمتش انا واش يخدموا هادو ما واش مشاركه اللي تخدمها مينوي ما فهمتش انا كيفاش يديروا. عطيتك مثال مولودية باسكو بون كمثال فهمت كمتابع لشان مولودية في كل فرق في كل فرق دون استثناء الى ما مشي ما براتيكمون سيد فارد نزار حنا نتكلموا على الاموال وعلى الديون ولكن نتكلموا على بعض الامور اللي رجعت هذه النوادي انديه احياء. هو دوكا المناصر عاد ما يلعبش دوره المناصر صباح عضو جمعيه عامه معارض صباح عضو جمعيه عامه عبد هو يتحكم في تعيين الرئيس هو في اقاله الرئيس نورمال وصباح هو الناهي ولا هو اللي يقرر سياسه الفريق واليوم اذا كان مشيت للتركيبه تاع الجمعيه العامه تاع كل الفرق اصبحت ما كانش الكوادر نتاعها راحوا جاوا هذ المناصرين اللي تلقاهم دائما كاينين في الملعب كاينين في المدرجات كاينين في غرفه تبديل الملابس هما اللي هذوك اللي يشوفهم في ليشان هما يجيبوا المدرب هما يجيبوا المدرب هما يجيبوا اللاعبين راني نقول لك انت قبيل تكلمنا اللي ما كانش فئات ما كانش لاعبين او في الفئات الشبانيه 60 ولا 70% هي تعيينات نتاع معارف يجيب المناصر يجيب المدرب اليوم عاد ما يلعبش لا اليوم لا مضحي لا كارتي يهبط كومبلي اليوم تاعنا لازم يسجل كاين هادي محمد باسكو اسمح لي الكارتي تاعنا تاسس فيه الفريق الكارتي تاعنا اول علام تخيط في الكارتي تاعنا الكارتي تاعنا مدهول من لي بونجوار اليوم هي شرعيه تاريخيه في الاحياء وهذا مشكل خطير لابد ان نتوقف عنده يا ناس اليوم النادي هو ملك الجميع نعم وملك كل مناصرين نعم لكن مناصر من تو قلت من حقه يسيبورتي المولوديه ومناصر من تندو من حقه يسيبورتي السي ار بي ومناصر من الواد من حقه يسيبورتي لونطونت وهكذا الدواليك اليوم هذا اشكال محمد اليوم كارتي يهبط على دجاج جوار اي 15 انا نحكي الواقع اليوم انا هذوما اللي ديما يحبوهم هذا امر صرالي ليا انا بنفسي عندي وليد خويا كان يلعب في واحد ليكيب انا يلعب فوتبول لعب ما شتوش ما شتو قال لي فوالا حبيت نلعب ديسبيتمون في الحراش قلت له روح غدوه راه ما عندهم تاع الاخر روح شوف جرب حدك واش كيعاود ولا العشيه قلت له واش خير ان شاء الله قال لي ما خلوناش علاه قال لك صحاب الحراش غير الحراش هي اللي يجيو ديسبيتيو يصاصي فوخا ما قبلوش قالوا ما نسحقوش البراني وراه كاين الحراش مانيش انا هذا ليكزومبل وكاين اشكال اخر ثاني حتى قواطع نتاع المدربين تاع الفئات الشبانيه لان الفئات المدرب تاع الفئات الشبانيه يشوف روحه باللي كاينه صعوبه باش يتحصل على الرواتب نتاعو هو ثاني يجيب لاعبين اللي والديهم يسلكوا له الرواتب طوال السنه حتى الاداره ضعفت هذا المدرب ماهوش موضوعنا معليش حنا فتحنا شق ونغلقوا الشق نعودوا دوك لازمه الديون وازمه الاموال وقلنا وراء الحل اليوم الى اليوم حنا رانا نشوفوا باللي كاينه فرق رايحه تزول كيما تجننت لان اليوم كي نشوفوا بالعباس فريق كبير راهو في وضعيه خطيره مستحيل انه يقدر يسددها البرج مستحيل باش يقدر يسدد هذا حتى البرج غليزان بجايه لازمو شويه بجايه اليوم راهي تقريبا لازمو ملاح اليوم تقريبا 16 فريق في القسم الكاليفيو. اليوم تقريبا 16 فريق في القسم الوطني الثاني عندها اشكال فرق تاع القسم الوطني الاول هم لقاو لهم حلول ويسدوا لهم لانهم عندهم لان على واه ايضا انا نقول باللي اليوم تصرف اموال كبيره في بطوله مثلا القسم الوطني الثاني باش في نهايه الموسم تاخذ 500 مليون للتتويج وانت تصرف مبالغ اكثر من يعني مو سي با نورمال يعني لازم التسويق تاع البطوله باش النوادي يكون عندها مدخول نعاود نولي برك لو كومبورتمون بيزار هذا بيزار تاع لي سيبورتور مع الفرق تاعهم. شوف كمال انا حضرت سي ديرني طون بليزيور اسومبلي وشي اللي حسيتو كو لا ليجيتيميتي تاع لاسومبلي هادي ما بقاتش اليوم الناس الشان تاعها والحرمه تاعها راح ما بقاش اليوم ماشي اون اسومبلي اللي يجي يدخل تاع الناس ساج دو ريفليكسيون يمدوا راي يعاونوك انت كي تكون مسؤول وتشوف لاسومبلي تاعك تفرح صح اليوم تخاف تروح لاسومبلي صح تخاف يقطعوا لك في الطريق تخاف تقول انا نروح اليوم راح يسبوني تخاف اسمع تخاف انت داخل لاسومبلي ويجي واحد يضرب لك كل شيء ممكن كل شيء ممكن الو نقول لك حياه ما بقاتش اسومبلي كامل. شوف اليوم اللي دعوا عليه مواليه واللي ما عندوش القلب واللي ما يحشمش هو اللي تلقاه اليوم في الفوتبول واللي انسان اللي عنده ضمير وعنده ولاد وعنده الاهل تاعو ويخاف من ربي صح
يقعد في داره. لوجيك. فهم. هذه خلاص هذه حب الفريق. حب الفريق باش تجي تسب لي يما انا. حب الفريق باش تجي تضربني بالموس. واش حقو هذا بريزيدون حب الاموال ويخلي ولادو ويخلي اهلو. خلي كمال كمال. واش حب الفريق حب الفريق باش تجي تتبع لي في 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 لي ريزو سوسيو. شو هالك صورتك؟ وتسبني قايتك. خو انا ما نقبلش هذاك الشيء وما نكونش من هذوك الناس. وهادشي اللي خلاك غير متواجد. انايا. انت شديت مرحله انتقاليه. باش يفهموا الناس. لا لا انا ممكن ما نقدرش. صح. ما نقدرش انا انسان اللي ما نتقبلش الناس تجي تسبني. صحيح. انا مانيش من هذوك الناس اللي يتقبلوا كلش باسكو انا ما عندي حتى فايده باش نكون مسؤول. فهمت. انا كون جي مسؤول لازم انا اللي نحكم ما كي حتى واحد يحكم فيا. نجمو نتقبلوا يعني الجمهور بان طرف فعال في الحياه تاع الكلوب في المناصره فريق المناصر ولكن نقولوا لازم نقولوا الموديل الاسباني سي لو فول الموديل الاسبانيول لي سوسيوس لي سوسيوس وما يشاركوا تاعك اي تي بارتيسيب لو جور والنهار يدوموندي لا في تاعك ارواح قال السياسه تاعنا الاهلي الزمالك لو ان بروج ان بروجي دوني قال يجي لي سوسيوس يفوتي ام البارسا ريال مدريد سي دي جون كي سون ما يدخلوش في تحت التشكيله واللاعبين والمدربين عندنا اشكال إيه نقول لك واليوم احنا لو كان نمشيو للجمعيات العامه تاع كل فرق نتاعنا هي غير شرعيه لانه ولا عضو جمعيه عامه سدد الاشتراك نتاعو وهنايا وهنا يفقد الشرعيه تاعو يفقد العضويه تاعو نظن بلي كونسيي ادمينستراسيون تاع الريال ولا البارسا سي زون دافير سي با ماشي طلابين مشيت تاع مليون اسوسيي تاع مليون برافو يدخل اكسيونير بمليون انت مليون تدي واحد يفطر تحشم واش سي با نورمال نقول لك انا في 2017 كان عندي لقاء معك وانت كنت في قناه خاصه وقلت لك باللي انا من اليوم تصير رياضي خلاص لانه انا درت عهده وانا الوحيد في الجمعيه العامه لشباباتنا اللي عندي شرعيه لاني انا الوحيد من الرؤساء اللي مروا اللي يكمل العهده نتاعو وانا هو الشرعي ونسلك الاشتراكات نتاعي ايضا بعد هذا المحيط سحبت العضويه تاعي حتى من الجمعيه العامه لأن أصبح المحيط غير لائق اللي باش تجي انت تناضل فيه في 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 هذا المجال وتصبح انت تمد صحتك وتمد مالك ويجي انسان ما عنده حتى مستوى يحب يحاسبك ويحب يديرك ويحب ينتقدك ويحب يولي عالة المجتمع يحوس يهينك ولهذا من الاحسن انسان إعادة النظر في الخريطه بارك الله فيك لا تعود الخريطه كاع تاع كيفاش يكون واش هو المكونات تاع الفريق الفريق عنده مكونات عنده الجمهور عنده لي سوسيوس كيما نقولوا عنده لي زاكسيونير سي دي لي شيف دونتربريز ماشي دونتربريز لي شيف دونتربريز دي جون اللي يدخل دراهمو باش يجيب دراهم يزيد البلوس يجيب البلوس مي يدي تانيت ما يخدمش لله في سبيل الله طبعا للامانه يا محمد نسعى. هنا غانيون ما كاش اي هذه ما كاش غانيون ما كاش علاش تقدم لازم نحيوها لا كاش منها قول شامبيون بروفيسيونيل وتدي زوج مليار زوج ملاير 3 ملاير على فين تاع شامبيون نو شوف كمال تا مقبل قلت لازم نهضروا عليها ماشي لازم كل دايم نهضروا عليها فين نتكلموا في امور شو ما اصلا نهضروا عليها علاش البرو علاش كمال لازم نهضروا كل دايم على الظاهرة هذه هذه سنوا قوانين الكرة لازم توفر فيك شروط باش تكون عضو جمعية على ما يكونش اي واحد جيد نهضروا على سي ار بي الفكرة تاعك شايبة سي ار بي كي كانوا حاكمينها يعني شغل الاعانات تجيها من البلديه ولي سبونسور اكسيترا اكسيترا كانت ان كلوب كوم تو لي زوتر صح باسكو علاش كي حكمتها شركه ضبط الامور حك شركه ديريكت ما فهمت صح عطاو يعني كيما قالوا تبناو سياسه كيفاش نعاودوا نردوا هذا الفريق اللي كان ما عندوش قرعمه صح نردوه هو يبيع الماء ويتوج بالالقاب بارك الله فيك محمد شايف في نفس الفكره وفي نفس السير لا شوف انت كما قلت مقبل باللي راه كثرت على الظاهره نتكلم على هذه الامور شوف هذه الظاهره لازم نهضروا عليها كل دايم سيلفو لازم تلحق في الراس تاع المسؤولين صح باللي لو كان تقعد الظاهره هذه ما تجيش تلقى حتى واحد يحكم فيك كاش كلوب صح اللي عنده النيف صح اللي عنده النيف وعنده القلب ما يجيش يروح حتى كلوب لوجيك باسكو علاش الناس ولات ما تحشمش ولات ما تعرفش الحدود تاعها محمد لو ريسك لي بلو غراف انكور سي با بارابور على 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 في تاع الفوتبول على ليكزيستونس تاع الفوتبول مي على ليكزيستونس تاع لا سوسيتي نعرفوا الاهميه تاع كره القدم في حياه المجتمع كي لا دير لك لي فيولونس انت الكره اللي كانت تنوم الشعب اذا كانت في هذه لا ديكريبيتود تلقى الناس يعني
واحد ما يتفاهم مع واحد، الكلوب اكسبوزي البلدي ولا الدباجه ولا الديبلون الفريقون الناس ولا الناس. اسمع الدوار، انا نقول لك انا فريق تاع الدوار جيد تاع الدوار. الدوار هذاك اللي كان في حميميه في اي نارموني سوسيتال اكسيبسيونيل، ولا هذا على جال فوتبال كمل ولات العداوه بزاف وهذا احنا اللي ماناش طالبينه. شوف غيروا لنا كاع ايتيك لي فالور تاع انا نهضر على الفريق القبه تاعنا، تغيروا كاع. بكري كانت الناس هذا يحب هذا، هذا يوقف مع هذا، هذا يمشي مع هذا. اليوم على جال الفوتبول ولا نعطيك الفكره برك. انا كانت في 2016 انا شفت يعني بعد التحليل تاعي شفت انه باتنا ما تقدرش تفوز بالالقاب. صحيت. وانه باتنا باش تقدر تفوز بالالقاب لازمها الفرق في اثنين يدمجوا بعضهم في فريق واحد ويمثل كل المنطقه. صح. باش نقدروا نفوزوا بالالقاب وباش نجيبوا كل المناصرين تاع الولايه وراء هذا الفريق. صح. نغيروا الالوان، نغيروا التسميه ونغيروا المسيرين. مستحيل. بديت ندير في الترويج لهذا المشروع. مستحيل. فتلقيت اتصال، جيت لقيت سوا ديزون لي نوبل تاع لافيل، قالوا لي انت باغي تفاصل فرق في زوج، انت باغي دير لنا فتنه في 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 المدينه، يعني ما قدروش باش ما داروا السيرفيس باش نديروا مصلحه نتاع الاخر. اكشت ورانا انا كنت مدير مكتب تاع الاسوار في مستغانم، جي في لا ميم تونتاتيف تاع سي فريد، حكمت لي ديريجون تلاقاو من ذاك هكذا. قلت لهم علاش ما تفيزيونيش مع مالي سيبورتور؟ تهبلت التاريخ، يقول لك تاريخ تاريخ، مي هاهم هبطوا بين زوج، هاهم راحوا الزوج راحوا واحد مؤخرا سعد الوداد. واحد بينتوما تحبوا الولايه تاعكم طبعا، لا فيل تاعكم هما لا كومون، لا كومون دو مستقبل جيت، ولا راكم حابين تندثروا كاع جيت. جيت محمد بوشمع، نسعى بخير هذا البرنامج، ما نضربوا لا المناصر لا المسير لا اللاعب لا الاعلامي لا المدرب ولا شيء من هذا القبيل، نسعى فقط لوضع الامور في نصابها. لا دورنا كإعلام باش كل واحد يشيل مكانته، المناصر في المدرجات والمسير في المكتب تاعو والمدرب في المستطيل الأخضر واللاعب نفس الشيء والإعلامي نفس الشيء. محمد شعيب، البطولة ستنطلق خلال 5 أيام تقريبا، هنقول وضعية رأية القبة راهي وضعية جيدة ما تعلق بالوضعية المالية باش نهضر المناصر لشي قبل ما نروح شي فايد نزار. شوف لا سيتياسيون اللي كريتيك انت كي الفريق يبدا بزيرو دينار واش معناتها؟ فهمت؟ زيرو دينار. جيد. دونك ابارتيغ دو لا انا بون نشكر صادير كو الناس اللي عاونونا ومنهم رئيس البلديه اللي قدر عطانا الاخر، ونشكر ثاني اللاعبين اللي زون في كونفيونس او بريزيدون وسنيو بدون صادير الا لي بروميس وكاعيتيك. وحبيت ندير دا برك على 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 المناصرين تاعنا، نقول لهم ناصروا الفريق وتوحدوا بارك الله، ما تقسموش روحكم بارك الله فيك، باسكو هذا الكلوب هذا لو كان انتم تنقسموا وحنا ننقسموا راح يروح فين نزار. شباب باتنا نقولوا في الفرق القويه يقولوا راح تلعب من اجل الصعود. والله نظن باللي التشكيله ما شاء الله فريق شباب باتنا يعني متعود في القسم الوطني الثاني انه يلعب الادوار الاولى. نظن نتكلم على باتنا ونقول باللي الفرق في اثنين راهم يعانيوا كثير، وحان الوقت باش يعني باتنا ترجع للدوري الاضواء. نظن باللي فريق شباب باتنا ومولوديه باتنا هذا الموسم داروا يعني فرق اللي يقدروا يصعدوا بهم، ولكن لازم اعانات كبيره لهم لانه يعانيوا كثيرا. جيد. الى كاس رابطه ابطال افريقيا تأهل شهر لشباب الجداد بتولاتية ولشبيبة القبائل بتولاتية. نستمع لنبيل الكوكي مدرب شباب الجداد الذي يتحدث عن هذا التأهل والفوز بتولاتية ضد نادي السيرانيوني. زال طريق طويلة، ولكن المقابلة ما كانش سهلة، وعلى الأقل من الجانب الذهني، لأنه السور الناس الكل تعرف هذه يقولوا حتى مقولة عادية، حتى ما عرفش شكون يقولها، دونك يقول نتيجة بياج، نتيجة فخ. صحيح هو نتيجه فخ، لانه اذا كان ما تسيطرش وما تسجلش ما تنيش المباراه تقعد جوسكا لا فان وانت تلعب على غلط على كره ثابته، وهذاك اللي صار. معناها جو بريمير ميتون شفنا تقريبا عملنا ميتون باش ما نقولش حاجه اخرى، على الاقل محترم، كان اضعنا فيه العديد والعديد من الفرص، نظرا لاولا ثم ابليكاسيون ما كانش كيما يلزم، وثم زاد غارديان بيوت الميريت نتاع غارديان بيوت نتاع ليكيب هذايا، كان ما عملناش مقابله باهيه ونتحصلوا على تقريبا على الاقل 10 فرص ونسجلوا 3 أهداف. دونك عملنا مقابلة، أنا ما حبيتش أنا توضع، كنا عملنا مقابلة محترمة. الجزائريين على بالنا باللي احنا دمنا سخون جو رياجيو،
ما طحناش في الفخ هذاك، بقينا كونسونطري حتى وين جا الهدف تاع زمير شعيب كبداد اللي زاد عطانا دفع معنوي اللي حلينا به سكور، ومن بعد جا الهدف الثاني، زاد جا الهدف الثالث اللي حررنا، نظن تاهل مستحق للدور القادم. دكا نطوي الصفحه هذه تاع كاليفيكاسيون، مازال تروح واحد اخر. طبعا كان هذا طبعا نبيل الكوكي رفقة القائد سفيان بوشار. نستمع لعبد العمراني مدرب شبيبة القبائل في أول مباراة له يتأهل بثلاثية ضد كازا سبور السنغالية. شوط أول لباس به، ولكن شوط غير راضي على مردود اللاعبين. حسيت باللي بدنين تعبوا شوية، ما احتفظناش بالكرة. من الشوط الأول حسيت باللي كان مجموعة لباس بها، كان فرديات، شفنا كرات جميلة، سجلنا هدفين، خاصة الهدف الثاني اللي ربما فرحت بزاف النزلة. نتمنى يكون ديكليك، ولو ما كانش لقاء سهل في ظروف صعيبة. تقريبا عندي 5 أيام مع الفريق، العمل الكثير اللي قمت به والعمل من ناحية نفسانية صراحة ما فيش وقت باش نتكلم على أشياء أخرى. وأنا مسرور استجابة اللاعبين وتركيز اللاعبين ورغبة اللاعبين. ما يخفاش عليك بداية موسم كارثية بالنسبة لشباب القبائل، 4 مقابلات 4 هزائم ما سجلوش هدف، يعني مش يسهل بس تعاود ترجع المعنويات اللاعبين. احنا راح نهضر على جياسكا ولا تاريخ جياسكا، النجوم اللي في التريكو يهضروا عليها. جو بونس كو سي اون افي با لو شوا اليوم، اون ايتي اوبليجي دو سو كاليفي بور او موان. طبعا كل توفيق لممثلي الجزائر في منافسات القاريه. بسرعه نختم معك سيد محمد بوشامه، شكرا لتواجد معنا. كلمه حول تاهل شباب بوجداد شباب القبائل، خصوصا شباب القبائل. مبروك عليهم، ولكن ما لازمش يزيدوا يلعبوا بتأهل تاهم. لالي كانوا ينجموا كانوا يعني هم يحسموا الامور، يحسموا الامور في لالي مع فرق يعني ما نقولوش ضعاف، ولكن في المتناول. تحضيرات تاع شباب بلوزداد وشباب القبائل بداوا التحضيرات بكري، كانوا يعني ممكن كانوا يفصلوا في القضيه اللي تاعهم. طبعا كل التوفيق. كلمه ختاميه نعطوها لكم اخويا. عندي ترحم على الام تاع زميلنا مدير الله يرحمها برحمة الله، ديريكتور ريداكسيون تاعنا. وانا بدوري نقدم له تعزيه الحمام. اليوم دفناها صباح مات الله يرحمها. وعندي ثاني تهنئه تاع واحد زميل ثاني كذلك، بنته نجحت في البوام على كل حال، وهو يسال علي كادين والاخر هو اسمها اشراق. مبروك عليها يعني. اشراق كيفاش لقب؟ ما عندكش لقب؟ واسمها زاير. زاير. واشراق زاير. محمد بارك الله فيك، الله كنت سعيد بتواجدك معي لاول مره. سايتي ان بليزير صافي. شوف رانا في صافي براتيك مون 4 5 كون كي با في دو بلاطو. صحيت بون الحمد لله، مازال الريتم مازال زيد. لا الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله ما تكونش الاخرى، ورانا هنا في افيك بليزير ان شاء الله. ما يكونش لافي تاعنا يكون يزعف الناس، ولكن حنا لازم نقولوا كاين دي كاين كلمات لازم تقولها باش الناس ممكن تعاود تولي لعقلها وتفطن. بارك تفطن ان شاء الله. حمد بارك الله فيك، والله كنت سعيد بتواجدك معي. محمد بوشامه الاعلامي والناقد الرياضي والصحفي بجريده لو سوار الدرجي للقسم الرياضي. طبعا نفرح انا لما يكون وجوه جديده نجيبها لاول مره لقناه البلاد ولهذا البرنامج. هذا البرنامج هو لكل الجزائريين دون استثناء. عندما اقول جزائريين اعتقد اللي راهم في المنظومه سواء نائبين اعلاميين مدربين مسيرين رؤساء سابقين. سي فيرد نزار ايضا كنت سعيد بتواجدك معي، شكرا لك على تلبيه الدعوه. ومشي الاولى ومشي الاخرى ان شاء الله. وانا اسعد كذلك يعني، وبهذه المناسبه ايضا نتمنى الشفاء العاجل لصديقي رئيس الرابطه السابق قرباج قرباج، ونوجه ايضا تحيه لابني شهاب وحفيدي علي ارطم، ربي يجدهم لك ان شاء الله. شكرا سيد فريد النزار. محمد شايب بارك الله فيك، الله يسجيك خويا. دوك ندير البوست تاعي باش كنا البروشان نيميرو. كما بك حبيت تفضل بلاسي دو مو ولا تخوا مو سيغ على السي ار بي او جي اس كا. شوف حبينا نولوا الواجهه الي طون ماتنون كو السي ار بي عندهم لي موايا بوكو دو موايا. صافي عندهم 3 شامبيونات دو سويت، اليوم كسبوا واحد الثقه، كسبوا واحد بوكو ديكسبيريونس. الوغ باش تولي الواجهه وتولي ان كلوب من الكبار لازم تربح لي كوب دافريك ان شاء الله. دونك حنا نتمناو لجي اس كا ونتمناو لاخر، حتى لو جي اس كا لو ديبار ايتي كاتاستروفي، العوده ان شاء الله من خلال الفوز ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لهم، وانت نشكروك على الحصه هذا ونقول لك الله يجزيك ان شاء الله. ان شاء الله نسعى طبعا كما قال محمد بوشامه ومحمد شايف النزار لتقديم الافضل لا اقل ولا اكثر. لا نخدم الاجندات للمره الالف، وانا نخدم اي طرفين مهما كان. الولاء للوطن لله وللوطن نقطه الى السطر. طبعا شكرا لمحمد دامي فقير
الذي كان مشرف على هذا البرنامج في انتظار عودة وليد مرجاوي، نتمنى له الشفاء العاجل بعد زكام أصابه صبيحة اليوم. تحية للمبدع حسين العريبي، مهدي حداد اللي في كل مرة ننساه طبعا، المدير التقني لهذه المجموعة الرائعة بقيادة غلاز وانيس، وأيضا نطقتني اسم سكريبت يا محمد أمين فقير الجديدة التي يتعامل معنا، ياسمين أيضا نحيوها بالمناسبة، ونحيي كل من ساهم في إنجاح هذا العدد. الملتقى يوم الجمعة في عدد جديد بظروف جدد ومواضيع متميزة، تميز برنامج حكي بانون. ليلة سعيدة في أمان الله.